كتير مننا بيخاف في رمضان يطلع زايد حبتين، علشان دايما بيبقى فيه حلين، يا اما اكل حلويات يا اما بشرب شويه حاجات مسكره، ودي للاسف بتكون سبب رئيسي لزياده الوزن في رمضان. الحقيقه انها مش ممنوع، لكن الفكره اكلها امتى. في الفطار دايما باكل الحاجات اللي تريح المعده، زي الشوربه، طبق السلطه، شويه رز خفيف، الحاجات اللي تريح. من بعد ساعتين لثلاثه ممكن اكل حاجه مسكره حسب الوزن. يعني ايه؟ يعني اكل خشاف ولا بسبوسه ولا كنافه ولا جلاش، كل اللي انت عايزاه، بس الفكره ان الحته ما تعداش عدد الصوابع بتاعتك. يعني دايما طبعا حسب الوزن، بس في الاساس ما تتعداش عدد الصوابع بتاعتك. فلو هتاكلي حته بسبوسه، هي حته واحده، يا بسبوسه يا جلاش يا قمر الدين يا كنافه يا قطايف يا اما الخشب، كل الحاجات اللي فيها سكريات ناخدها بس في وسط اليوم، واتمنى ما تبقاش كل يوم.